يا سعيد، انت ما تشوف حلقات صحة وسعادة اللي تتكلم عن العادات الصحية؟ خلي ولدك مثلا يشرب كوبين من الحليب المدعم يوميا، لانه من افضل المصادر للكالسيوم، وبعد يعطي 25% من حاجتنا من فيتامين د. وبداية النظام الصحي مع اهم وجبة في اليوم للطفل، الفطور. للعلم وجبة الفطور بتساهم من 350 الى 450 سعرة حرارية، منها كوب من الحليب المدعم اللي بيعطيني 150 سعرة حرارية، أو كوب من رقائق الفطور اللي بتعطيني 160 سعرة حرارية، وكذلك قطعة من الفواكه مثل التفاحة مثلاً 60 سعرة حرارية. وخلال اليوم خلي نوع 5 حصص من الفواكه والخضار. ليش ما تكون ملونة وغريبة؟ مثلاً 5 شرحات من الفلفل الأحمر تعطيني 100% من فيتامين سي. وفي نهاية اليوم أطفالنا في عمرهم الدراسي بيحتاجوا من 10 إلى 12 ساعة نوم كل ليلة. من الأكل الصحي إلى تعليمهم إرشادات السلامة ووضع حزام الأمان، غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون 20 ثانية على الأقل، ممكن تكون لنا تفاصيل بسيطة، لكن إذا اعتادوا عليها أطفالنا إحنا بنضمن لهم حياة أفضل. وعساكم دوم بصحة وسعادة.